ده عايزه اروح معاك لسؤال حلقتنا النهارده على مواقع التواصل الاجتماعي. كنا سالين جماهيرنا على مواقع التواصل الاجتماعي سؤالنا النهارده يا خيري، كان ايه هي توقعاتك لمواجهه الزمالك والمصري في الدوري الممتاز؟ هاخد معاك اول اجابه. سيد فارس الملكي، مساء الخير عليك يا مها. مباراه المصري مهمه جدا ولابد من الفوز فيها واقتناص ال3 نقاط، خاصة إن هي مباراة هتنقل الفارس الأبيض من المركز العاشر للمركز الثاني، وأتوقع فوز الزمالك 2-0. كل الدعم والتوفيق لنادينا العظيم زملكاوي، وأفتخر بحياتي ليك وكفر ابننا. بشكرك جدا أحمد عماد، مساء الخير عليك يا مها. بشكرك جدا، أتوقع فوز الزمالك على المصري بنتيجة 3-1، هدفين لزيزو وهدف للجزيري، وكل التوفيق لنادينا العظيم. كل التوفيق ليك، بشكرك جدا يا أحمد. عبد الحفيظ، مساء الخير عليك، انا مشكورة جدا، اتوقع فوز نادي الزمالك ان شاء الله، اداء رائع بس نلعب بروح عاليه وعزيمه واصرار على الفوز. كل التوفيق لنادي الزمالك وان شاء الله زملكاوي لاخر العمر. محمد يونس، مساء الخير عليك، انا مشكورة جدا، مباراه صعبه وان شاء الله نتخطاها، 3 نقاط مهمين لتحسين ترتيبنا في الدوري يرجعونا للمنافسه مره ثانيه على صداره الدوري الممتاز، وكل الدعم. احمد رشدي، مساء الخير يا كمال، بشكرك جدا، اتوقع فوز نادي الزمالك ان شاء الله 3-1، واهم شيء اللعيبه تلعب بروح قتاليه، وكل التوفيق ليهم والنادي الزمالك الكبير. بشكر حضراتكم طبعا دائما وابدا على التواصل معنا في برنامج اخبارنا.